الحالة الضبية بس. مخاطر الدواء هي مسؤولية تشاركية أو عملية تشاركية بين الطبيب والصيدلاني، فهي تبدأ بالطبيب وتنتهي بالصيدلاني. ومن إحدى أكبر المعضلات التي تواجه مهنة الصيدلة اليوم هي المصادر الزائفة التي تدعي الموثوقية بما في ذلك وصفات الدواء. والمسؤولية الآن تقع على الصيدلاني بأن يتثبت من صحة هذه الوصفات ومدى دقتها. بسؤال المريض مثلا عن وعيه بالمرض وعن مدى معرفته بالدواء وأهميته ومضاره وطرق استخدامه، أيضا بما يضمن يعني إعطاء الدواء للمستحق له ومنع إساءة الاستخدام حتى وإن تعارض ذلك مع مصالح الصيدلي الشخصية والمادية. طبعا هذا الكلام موجود في قسم الصيادلة وفي قانون الدواء الأردني، وكما يقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.